سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة والتعقيب لسيادتك كيفما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش عايز أطيل عليكم، إحنا اتكلمنا كلنا، وأتصور أن أنا أوجه كل التحية والتقدير للقائمين على الإعداد المشروع، وأن إحنا نتحرك فيه كلنا مع بعض. زي ما تقال، مش الموضوع ده مش وزارة الصحة ومش التضامن الاجتماعي، ده كلنا مع بعض، جامعات أهلية، أتصور الجامعات، أتصور الإعلام، أتصور زي ما تقال كل المحاور اللي ممكن تشارك. من فضلكم، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مش بس تنمية الأسرة المصرية، هو تنمية الدولة المصرية. محاربة الفقر والجهل والتخلف ده أتصور كلنا محتاجين نحط إيدينا في إيدين بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات دي. فقر عكسه غنى، جهل عكسه وعي ومعرفة، تخلف عكسه تقدم وازدهار. وده مش هيتحقق إلا أن المشروع ده كلنا نبقى حاطينه على أنه هو ده الركيزة اللي احنا عايزين نتحرك بيها وفيها عشان نغير من واقعنا لأفضل في كل شيء. مش عايز أطيل أكتر من كده، التحية والتقدير لكم، وأرجو أن هي يمكن دي خطوة، واللي بعد كده أن احنا نشوف كل شهرين ثلاثة معدلات النمو السكاني ونتكلم ونيجي نقعد كده. ده موضوع أنت كنت بتتكلموا على الـ على الـ على الـ الاستقرار الحقيقي. لازم تعرفوا أن أسباب الاستقرار الحقيقي هو رضا المجتمع، ورضا المجتمع مش إحنا اللي مسؤولين عنه، مش احنا الدولة اللي هو اجهزة الدولة، كلنا محتاجين نتحرك في ده عشان نوصله للناس ونقول له خلي بالك وخلي بالك. العدد ده الزراعة ما تكفهوش، المدرسة ما تكفهوش، الطريق ما يكفهوش، ملوش شغل. طب انت جايبه ليه؟ عشان تعذبه او جايبها ليه؟ عشان تعذبيها ولا عشان تعيش وتتبسط؟ فانا اقصد أشكركم ونشتغل 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 مش بس في ده، في التنمية والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة، بلا نوم ولا راحة. إذا كنتوا عايزين تحققوا مش المشروع ده لبلدكم مكان حقيقي على خريطة العالم. شكرا جزيلا.